فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل شرحت له معنى الاستواء الحقيقي بالأدلة من القرآن والسنة وما زال على ضلاله، فهل يكفر بذلك لأنه يفتري على الله الكذب؟ أنت ما يهمك هذا، عليك أن تتبين له، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل قامت عليه الحجة، ولست بمكلف تحكم عليه بالكفر أو عدم الكفر. نعم.